120 ألف وضع 120 متر مكعب في اليوم. ضبط 6 خزانات متابعة ببلدية كوينه. يسير الديوان الوطني تطهير على يسهر الديوان الوطني على نقص نظام الصف الصحي. يسهر الديوان الوطني خاص 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 بمديرية التطهير عليكم. المشكل هذا مشكل مطروح بقوة. نزيد نأكد مرة أخرى على العملية. رئيس الجمهورية. في خصوصية لولاية الواد أن ملف التطهير يأتي في سلم الأولويات يكتسي أهمية قصوى نظرا لعدة اعتبارات، أهمها أن نظام التطهير أو أنظمة التطهير في ولاية الواد يعتبر من أعقد الأنظمة المتواجدة على المستوى الوطني نظرا للخصوصية التي تميز بها ولاية الواد. فيه مشاريع واستثمارات ضخمة أنجزت من طرف الدولة، لكن في المقابل يجب أن يكون إنجاز استثمارات تكميلية من أجل تحسين وتكفل بالاختلالات التي شابت أقول جانب التطهير. هذه الولاية التي عرفت إشكاليات كبرى أقول، لكن الحمد لله نظرا لتدخل السلطات العمومية من خلال عدة مشاريع، إنجاز عدة مشاريع منها ما تم إنجازه وهو الشيء الذي خفف كثير من هذه المعاناة وهذه الاختلالات في التطهير، وكذلك فيه عمليات متواصلة، كذلك فيه مشاريع أخرى هي في بصدد الانطلاق فيها.